احنا معانا بقى على التليفون دكتور حسن كمال، كاتب السيناريو وحوار يعني خلينا بتقولها دهب. طبعا خلينا نرحب بحضرتك طبعا في البدايه، وفكره رائعه، وعايزين نعرف ان حضرتك اصلا جات لك ازاي. صباح الفل عليك. صباح الفل، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا، ازيك يا استاذ كريم؟ وازيك؟ صباح الفل يا فندم. صباح الفل. صباح الفل، ومليون مبروك النجاح المدوي لهذا العمل. الله يبارك. والانطلاقه الفنيه الجامده لحضرتك شخصيا، مليون مبروك يا فندم. ربنا يخلي حضرتك، الف شكر، الف شكر. كنا بنتكلم بقى على فكره البدايه جت ازاي والفكره جت ازاي، وهل في الفتره الجايه ان شاء الله برضو اعمال في نفس السياق ده كده؟ بص، هو احنا يمكن احنا التقينا، ما اعرفش انت فاكر ولا لا، قبل الاولمبياد انا كنت رئيس البعثه الطبيه في الاولمبياد اللي فاتت. تمام تمام. احنا قعدنا مع بعض كده، عملنا حوار في البرنامج عن التجديدات بتاعت الكورونا والكوفيد بتاعت البعثه الطبيه. تمام تمام. والحقيقه انا في الاصل روائي وكاتب من سنين طويله يعني، فانا كنت دايما بقول ان فكره الرياضه، تحويل دراما الرياضه لدراما حقيقيه توصل للناس، هي فكره في منتهى الصعوبه. طبعا صحيح. محدش بيحاول يقرب لها، لان دايما بيترد عليك يقول لك يا عم الناس، انت بتخاطب جمهور مختلف، بتخاطب ربات المنازل، بتخاطب السيدات، فالميل اكتر للمواضيع الاجتماعيه يعني. فانا عملت روايه، كنت عامل روايه اسمها نسيت كلمه السر، عن بطل رياضي، قصه حياه بطل رياضي قبل كده. دي يمكن كانت اول روايه تخش في هذا الموضوع، برضه كان بطل اولمبي كبير. وبعدين جالي مكالمه من صديق بقى اللي هو الشركه الراعيه للاعبات الثلاثه. قلنا اسماء بتاع 14 مره. خلاص، انا قلت كل حاجه يا دكتور. خلاص، شفت بقى، انا ما قلتش، شفت انا نصحت. اتفضل يا فندم. وبعدين اللي قال لك ان في شركه انتاج مهتمه انها تعمل قصه بطله من البطلات، مش عايز اقول انهي بطله فيكم بقى. فقعدت مع شركه الانتاج وقلت له لا، انا مش هقدر اعمل واحده، لان انا عايز اقدمك اكثر من واحده عشان اقدم لكل شرايح البيوت المصريه ما يناسبها في قصه رياضيه واحده. فاخترت ان انا ادمج قصه فريال وقصه هدايه وقصه قمر مع بعض، لاختلاف الخلفيات الاجتماعيه والخلفيات التعليميه والخلفيات الثقافيه، ولكن هم اجتمعوا على حب الرياضه وحب البطوله، فحسيت انها هيقدم مزيج كويس جدا. بس عملت المعالجه وقدمتها للشركه، الشركه تحمست جدا جدا يعني، وبدانا نشتغل. جميل. طب خلينا نعرف من حضرتك، يعني طبعا الموضوع برضو زي ما انا وكريم كنا بنقول الموضوع جديد، مش اول مره يعني، مش لا يعتبر اول مره نشوف كمان التركيز او الفوكس على بطلات، يعني كنا بنشوف ممكن امثله كوريه شويه ابطال يعني رجال، لكن فكره هنا تغيير الثقافه برضو. المردود حضرتك كنت متخيل ان هو هيكون بهذا الشكل؟ الناس هتكون متقبله ده؟ التاثير هيكون بهذا الشكل فعلا؟ بصي، المردود ما كنتش متوقعه كده خالص حقيقه يعني. انا كنت واخد الريسك وبقول لا، انا عايز اعمل حاجه معينه، اقدم حاجه معينه. والمردود بقى ده بتاع ربنا يعني، لكن كنت متوقع ان يكون في شويه يعني قبول غير المتوقع. الناس متوقعه ان لا محدش هيتفرج وبتاع، لكن انا كنت متحمس للفكره. اللي انا عايز اقوله، ودي دايما حاجه انا بقولها في كل حته يعني، ان البنات والسيدات في الرياضه اكثر التزاما وانجازا في هذه المنطقه من العالم. شهاده محترمه جدا. صح. أنا صح يا دكتور. شباب سنين طويله جدا، ان الشباب بتحتاج مجهود كبير جدا عشان تحطهم في اطار الالتزام الدائم، ونخليه دايما مركز. البنات الابطال في الاصل مركزين. ده غير التحديات اللي بتقابلهم، غير يعني الكواليس بتاعت تكوين البطله نفسها، بتهيالي بتبقى اصعب، فيها تشالنج اكبر من البطل يعني. واعتقد ده حضرتك صورته برضو من خلال مسيره حياتهم في المسلسل، شفناها يعني. طبعا على قد ما قدرت الحقيقه، الوقت كان يعني، احنا برضو بنتكلم على 10 حلقات ثلاث بطلات، لكن على قد ما قدرنا حاولنا نبين للناس قد ايه البنات بيمروا ب يعني تحديات، ما بين النظرة الثقافية والمجتمعية لبعض الناس، ما بين ان الابطال دايما بيجوا عادة من مستويات مختلفة، بعض المستويات لا تقبل الرياضات دي في المكان ده. ويعني انا حاولت يعني البيوت، الدراسة، التعليم، الجواز، هي الموضوع مركب جدا يعني. طيب، الى اي درجة الفنان الجميل سمير بدير قدر يعكس كل اللي حضرتك كنت كاتبه بقى على الورق؟ بس هو الاستاذ سمير طبعا هو حبيبي يعني، هو جاء يعني مفاجأة العمل الجميلة يعني.
هو الحقيقه خد الشخصيه بتفاصيلها في حته مزج ما بين ورؤيته الشخصيه هنا هو وما بين الورق وما بين احتكاكه. هم اتحركوا الحقيقه في الوسط الرياضي شويه وطلع نموذج مختلف. هو الحقيقه طلع نموذج متميز جدا، نموذج اقرب ما يكون للواقع، لان دكتور الفرق ودكتور المنتخبات يعني وضعه يبقى مختلف عن اي طبيب عادي. ده مطلوب منه يشجع ومطلوب منه يواسي ومطلوب منه يجهز للماتش الجاي يعني صحيح. فهو لازم يبقى عنده روح معينه. استاذ سمير الحقيقه عملها باتقان شديد جدا، الصداقه، الغيره على اللعيبه وعلى صحتهم، لان ده صراع برضه هو بينه بمنتهى الذكاء، الصراع اللي بيحصل ما بين النتيجه المطلوبه من اللاعب وما بين لا انت في مرحله خايف على صحه اللاعب. ده بيتحول ده من الحاجات الخفيه اللي ما بتبانش قوي قدام الناس، يقول لك لا ده لازم يلعب الماتش الجاي، لا مش هلاعبه الماتش الجاي خلاص ما ينفعش. فلا الصراحه يا استاذ سمير بدر اجاد وهو بيتميز بخفه ظل شديده جدا جدا. صحيح صحيح. انا بس مش عارف ايه موضوع الكرش اللي كل شويه يحطه في كل اربع حلقات. انا مش كاتب كرش ده يا استاذ سمير، كل شويه كرش. لا ما سمعتش. بقول لك موضوع الكرش اللي موضوع الكرش بكرر ذكره. انت بكرش يا دكتور حسن. يا اخي انا ما كتبتش عنه. انا بس عاوز اسال دكتور حسن، هل انا قدرت اوصل خفه ظل شخصيه دكتور يحيى للمشاهد بشكل كويس ولا ازود الفتره اللي جايه؟ لا بس انت لا بص عليك بجد، انت انا كنت بتفرج عليك في التصوير يعني اكتر من مره وانت عارف انت جوه التصوير يعني فعلا كنت انت واخد شخص انت يعني شخصيه الطبيب المنتخب انت خايف على اللعيبه وخايف على الفرقه وخايف على البلد. الحقيقه انت اجدت وفعلا عملت الدور باقتدار شديد يعني. شهاده كبيره فعلا. شكرا جدا يا دكتور. عموما موفقين حضراتكم، عملتوا عمل مختلف جدا ومميز جدا ونال الاستحسان اللي هو يستحقه الحقيقه. كل التوفيق لحضرتك في كل الاعمال القادمه باذن الله، وشكرا لوجودك معانا. شكرا ليك يا دكتور. شكرا.